محمد عبد الله حسن نهائي من اجل تدشين اول القاب القاريه. هنا المحاوله والتسديده بيلعبها لكنها ارضيه، واول محاوله وتسديده نشاهد المتالق عبد الهادي خميس بداعي الطرد في المباراه الماضيه. هذه تسديده كانت من لاعب خط النص اللي هو فاصر علينا. كره قدم جديده، لعب هجومي، اللعب بالاخير نقول اللي فاز في البطوله فاز هو الافضل. هنا محاوله وكره بتوصل لكن بيلعبها وسهله من وليد علي الى يد حارس المرمى عمران محمد. وبيلعب كره سريعه ناحيه جراح. جراح وصعب الكندري، يبدو لي ان جراح هو اللي كان بطيء وهو اللي يتحمل مسؤوليه الكره الماضيه لو كان هناك هدف. لاحظ البطء اللي كان عليه جراح، وبالتالي الكره كانت الى حارس المرمى اللي استطاع ان يبعدها باخر المصاب واللي راجع بالاصابه ايضا تحت الطلب. علي الكندري ايضا عند الاستعداد للدخول. هنا محاوله وتنحط بالراس، الله حلوه حارس المرمى عمران. شوف سامي لعبها راسيه وانحطت من خالد عجب، وخالد عجب بيضربها لكن بيد عمران محمد. شوف الكره الحلوه والكره التراخي امام فريق نيورادينت، ويعتبر هذا الخصم يعني خاصه بالشوط المباراه الاولى خصم لا يقهر، فيلعب معه باسلوب احترام حتى ممكن يسجل. وهذا ما كملت كلامي وحط الهدف الاول، ويراضيني ويراضي الجمهور الكويتي عبد الله البريتشي من خارج منطقه 18. هذه اول محاوله تهديف عن بعد، وعبد الله البريتشي فعلا استقل فجوه دفاعيه وتقدم كره بيمينه ارسلها على يمين عمران محمد. ويا سلام يا سلام يا البريتشي، يا سلام. حلو التسديدات برا المنطقه، اللي من خلالها يصل لمراده فريق نادي الكويت. شوف حلوه منك يا البريتشي، ورايحه بزاويه صعبه على عمران محمد اللي تعاون مع لاعبين ومهاجمين نادي الكويت في اللعبات الماضيه، ولا شده بان يكون ضمن حكام كاس اسيا باستراليا عام 2015. عصام جمعه بيحاول المرور، عصام الكره معاه، عصام بيشوط بيلعبها، يا سلام يا عصام، تسلم يسارك يا عصام، اللاعب الذي يسجل هدف جميل بيسار، اخذها على اليمين واعطاها لسعه تونسيه رائعه. شوف عصام يهرب من الرقابه بروحه لوحده. لاحظ المرور، خذاها يساريه باقصى الزاويه اليسار، اللاعب الذي حطم رقم بدر المطوع باكثر هداف عربي في هذه البطوله، يسجل ويصبح الان هو الهداف لهذه البطولة بالمشاركة مع الأسباني لاعب فريق الهونغ كونغي حتى الآن. وجراح العتيجي بيقدم كرة عرضية، ولكن حارس المرمى بقبضة يده بيبعدها وبتتخلص، وتسديدة بيلعبها نما برا الملعب. توصل شادي يلعبها الى البريتشي، الكره معاه الان، البريتشي ممكن ويلعبها عرضيه وتمور وعلى الطاير، بيحاول فيها الخطير في دور 16 ودور الثمانيه الان الفيصلي سوريا الشرطه القادسيه، فالاتجاه انه يلعب مع الفريق المالديفي وبعد ذلك الفريق الهندي اللي راح ينتظره في مباراه قبل النهائي. فستكون المحك الحقيقي، يعني مع كل احترام الفريق الهندي، ستكون المحك الحقيقي في القادسيه الذي يحل اولا. هنا محاوله الى وليد يلعبها بطريقه جميله الى ناحيه اليسار، الله برا. شوف الاعاده الى عبد الله البريتشي بيلعب كره عرضيه ولعبت بالراس لكن طلعت الى برا الملعب. شوف الكعب الجميل، كعب رائع. يعني أنا مع اللاعبين اللي يستعرضون في هذه المباراة، عندك استعراض ورينا مرمى لا تعادد صدها حارس المرمى، راح تتنفذ مرة ثانية وأيضا بالإعادة، فن وإفادة وغيرها له، وهدف لعصام جمعة، هدف ثاني شخصي ويصبح هو هداف البطولة، بعدما حطم رقم بدر المطوع كأفضل هداف عربي في هذه البطولة. الآن يأتي ويسجل هدفين في هذا اللقاء بعدما سجل سوبر هاتريك في المباراة الماضية.
ويصبح الآن هداف البطولة، حطلها بالنص، خير الأمور أوسطها هندري، وأيضا هذا يدل على القوة الرقمية لفريق نادي الكويت. ونشادي بيحاول المرور وأرضية على عمران، هدف الرابع في المباراة، مر بشكل سهل وتقدم خذها على اليمين وسددها بيمينه، ولكن حارس المرمى عمران ذهبية للانفراد بصدارة الهدافين، عنده فرصة ذهبية في الانفراد في صدارة الهدافين وحتى ممكن ضمان الحصول على لقب هداف البطولة عبر هذه المباراة، ويلعبها توني أتكلم ما خلصت كلامي. عصام جمعة بيسجل هدف الثاني في الثالث الشخصي، الهاتريك يسجله بعدما سجل سوبر هاتريك، والهدف الرابع في المباراة، والهدف يسجله من كرة رأسية بالدقيقة 44، كرة جميلة. عصام جمعة يؤكد أنه لاعب خطير أمام المرمى ويسجل هاتريك في هذا اللقاء، وينفرد بوضوح بصدارة ليبي، أربعة أهداف مقابل لا شيء. فريق نيو ريدنت يبحث عن هدف، هنا محاولة وممكن الانفراد، فاول وضربة حرة مباشرة، وممكن يكون فيها بطاقة، أي لون، نعم، طرد، وبيكون روح رياضية عالية اللاعب يعقوب الطاهر، يعني لو كان مفوتها خليه يسجل هدف شرفي ربما يكون أفضل من ارتكاب خطأ، لكن يعني الأمور اللي تهون على فريق نادي الكويت بأن المباراة القادمة أمام فريق إستل الهندي، ليست أمام مثل فريق مثل الفيصلي الأردني مثلا اللي هو الآن في طريقه للوصول إلى دور نصف النهائي، أو فريق مثلاً الشرطة السوري لو كان في قرعة ممكن تأتي، أو القادسية. فمن حسن الحظ أنه راح يلعب مع فريق لعب بأن يرفع الكأس القارية في هذه المسابقة للمرة الثالثة. كرة منقولة إلى جهة اليسار، محاولة وانطلاقة لعلي الكندري إلى علي وليد علي، بيحاول المرور وليد علي يقدمها عرضية، ولكن فعلا تطلع إلى برا الملعب بعد انتصار، وهنا سياحة بعد الخسارة وضمان عدم التأهل، فبالتالي القاسم المشترك هو اللعب بدون أعصاب، وهنا تسديدة على مصعب الكندري. عصام جمعة ترك المباراة بعدما سجل هاتريك في مباراة العودة، مسجلا سوبر هاتريك في مباراة الذهاب بحصيلة 7 أهداف لوحده سجل على هذا الفريق، وهذا اللاعب اللي يعد هو أخطر لاعب في فريق نيو ريدنت، لاعب مهاري علي إلى وليد علي، وليد بيلعبها، يا سلام وليد، وانطلاقة وليد ناحية اليسار ممكن يعديها ويلعبها عرضية، لكن وين يا وليد، لو ماشي ومكمل مشوارك ماشي معاك مفروش بالورود، كمل وادخل بالكرة في الشبكة، كان ممكن يدخل ويجيبها ويروح للخط النص، ما كان مشكلة معاه، لكن حاول أن يمرر، كان ممكن أن يعني يتقدم أكثر أمام المرمى، ولكن فضل أن يستخدم الإيثار وتقديم المساهمة. هنا اللاعب فهد العنزي الذي اشترك في شوط المباراة الثاني الراجع من إصابة، وليد علي بيتقدم هذه اللقطة الماضية، كرة إلى وليد علي بيحاول المرور، وليد يا سلام بيعدي، ولكن أعتقد من المراوغ نشوفها بالإعادة، ما يخالف شوفها بالإعادة، هني مر ما في شيء، هذه اللقطة نعم فيها احتكاك واضح، ومنا مستوى بشكل كبير. هنا محاولة لفهد العنزي الذي يحاول المرور، الانطلاقة جهة اليمين إلى فريق نادي الكويت، محاولة للهدف الخامس والزيارة الخامسة لشباك مالديف في هذا اللقاء، وتنحط، هي الزيارة الخامسة، ويخمس المباراة بالتخصص علي الكندري. يا سلام يا الكندري، من كرة جت على ما يتمنى علي الكندري، مثل ما يتمنى ويريد، دخل فهد لكن فرمل وسحب معاه مدافع وسحب معاه ثلاثة، وين فهد راح؟ وراحوا معاه مدافعين، تركوا فهد العنزي، علي العنزي،
شوفوا فهد، شوفوا فهد، شوفوا فهد خذ معاه ثلاثة من اللاعبين وفتح المجال لعلي الكندري وسجلها على الراحة، سجلها على الراحة، سجلها على الراحة. لكن أقول اللي سجل الهدف هذا فهد العنزي لأنه سحب معاه ثلاثة من المدافعين، ثلاثة من المدافعين خلوا اللي هو اتركوا علي الكندري الوسطى. نيو رادنت يتعرض لخامس الأهداف الآن وكرة بالرأس لكن مصعب الكندري. هذه الإعادة وكرة أيضا من الكرة الثابتة لكن واجه مصاعب في هذه المواجهة. هنا محاولة وتلعب أيضا خلفية ويحطها في الجول لكنها إلى بر الملعب، إلى ركلة ركنية من اللاعب فهد على الأرض في زمانه. هنا الكرة الخلفية والخطرة لمصلحة فريق نادي الكويت من الاستحواذ والاستمرار، والآن راحت إلى الملك في هذا الجانب والرائع في هذا الجانب. هنا محاولة توصل إلى وليد علي يلعبها عرضية وبيطلعها المدافع. مطلوب التركيز وعدم إهدار يعني كرة بطريقة غير جيدة. فاول لمصلحة الكويت، لعب جيد وليد علي حاول يلعب ياخذ فاول. هذا هو الآن اللعب الاستهلاكي، اللعب للاستهلاك، هذا اللعب للاستهلاك لوقت المباراة وانك تخلص وقت المباراة بأقل قدر من المجهود. عزيزي تاركين علي الكندري في منطقة مؤهلة لتنفيذ كرة رأسية. مرور وليد علي، مرور سليم يلعبها بشكل جيد الى الكندري، كندري يلعبها وهات وخذ يحطها. الله يا 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 لا 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 يا الكندري، هذه المفروض في المرمى، هذه المفروض من علي الكندري في المرمى. نعم فايزين 5-0 ولكن امام المرمى المهاجم تحسب خبرته بعدد انفراداته وعدد الكرات، تنحسب في سجلك. نعم امام فريق ضعيف ولكن تلعب امام المرمى وقدام الجول انك تضيعها طبعا تحسب في سجل اللاعب في الكرات اللي يتقدم امام المرمى، تصطدم الحقيقه في القائمه اليسار وتطلع الى برا ملعب الى ركله مرمى. وتقدم في الجهه الوسطى لفريق نيو رادينت المالديفي يقدمها ناحيه اليسار داخل منطقه 18، محاوله للمرور ناجحه هذه المحاوله والهدف الاول. ولعبت المرمى حطيت الا في هذه المنطقه، كان المفروض يلعبها بعكس اتجاه حارس المرمى ولكن ضاعت فرصه نيو رادينت. شوف 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 لعبها بنفس مكان حارس المرمى والكره تبعد. هنا اللاعب سامي الصالح يتحمل مسؤوليه طبعا، شلون مر منا بهذه الطريقه وعداها ومررت الى اللاعب اللي هو رقم 16 الذي سيامين بمرر الان. ومحاوله فريق نادي نيو رادينت حاول يعديها يلعبها تخذ خطيره هذه اللعبه ويلعبها في الجول وتوصل من جديد لكن بيبعدها الدفاع والكره تنحط انما الى بر. يلعب من اجله ومن يعني يعتبر لو يسجل هدف، لو يسجل هدف يعتبر بالنسبه له شيء جميل جدا وهو ما يبحث من اجله. يعني بعض الفرق خلاص يلعب بطريقه استسلاميه لكن وفي هذه الاثناء صافره محمد عبد الله تعطينا النغمه الاخيره على نهايه هذا اللقاء النهائي في طريقهم للحفاظ على اللقب. هارد لك لفريق نيو رادينت المالديفي الذي كافح في هذا اللقاء.